بسم الله. introduction to 70412. تمام، احنا الحمد لله خلصنا 410. تمام، اتكلمنا فيه في الانستولينج اند كونفيجرينج سيرفر 2012، خلصناه وسجلناه فيديو الحمد لله خلاص. واتكلمنا بعد كده خدنا اللي هو 70411 اللي هو ادمنسترينج اي ويندوز سيرفر 2012، والحمد لله برضه التسجيل بتاعه خلص. هنبدا بقى النهارده ان شاء الله في 70412. انا شايف ان التراك دوت فيه حاجات كتيره جدا يا شباب، يعني مهمه ان انت تفهمها بس مش مهمه انت تنفذها. بمعنى ان في حاجات ككيس وكبلاننج وكديزاين مطلوب انت تبقى فاهمها، لانك هتتسال فيها في انترفيو، هتجيلك في امتحان، كل الكلام ده. انما كامبلمنتيشن يعني تنفيذ بقى عملي والكلام ده مش هتلاقي. يعني تيجي تبص لها كده تقول ايه لو انت شغال، يعني هتلاقي ان الكلام ده يعني ممكن تستخدم منه 1% 2%، يعني مش من كل حاجه 1%، لا كل الكلام ده اللي هتاخده في التراك ده مش هتستخدم منه كتير. بس فقط انا شايف ان التراك ده بيعلي لك اللوجيك قوي. التراك ده يا شباب انا في وجهه نظري برضه ان هو متقسم حاجتين. جزء هو على فكره اغلبه التراك ده جواه اغلب الحاجات الجديده اللي في 2012، يعني انتوا خدتوا حاجات قبل كده جديده بس اغلب الحاجات كلها هتلاقيها فين؟ في التراك ده. هو مقسمينه جزء حاجات خاصه بالافيلابيلتي، حاجات خاصه بالكلاسترنج، حاجات خاصه بالادفانسد، مثلا لو عايز تعمل سان ستورج، حاجات شبه ده، حاجه اسمها برانش كاش مثلا، حاجات من دي كلها، حاجات تقيله. الحاجات دي السيناريو بتاعها في اي شركه زي الناب كده، فاكرين الناب؟ الناب قلنا ان ايه، هو حلو وكل حاجه بس هتلاقي نادر قوي لما حد يستخدمه لان فيه عيوب فيه مشاكل. هو سوفت وير، في ناب على فكره زي هارد وير كده، حاجه زي الناب. فانت ايه ما بتعرفش تستخدمه كويس. فبنفس الكلام التاني ده، الحاجات اللي فيه كونتنت انا هنعرضها دلوقتي مش مهمه قوي، بس الجزء التاني فيه بيتكلم في الاكتيف دايركتوري بقى، ادفانسد اكتيف دايركتوري، وجواه سكيورتي للاكتيف دايركتوري. فاكرين السايتس والكلام ده؟ الحاجات اللي احنا ما شفناهاش هتشوفها بقى. واتكلمنا مثلا قبل كده ايه، عايزين نعمل تشايلد وتري، هتشوف الكلام ده. وعاوزين مثلا ايه تاني، حاجه اسمها سيرتيفيكت، كنا بنيجي عندها اقول لك مش هنفهم عشان لازم تفهم سيرتيفيكت. السيرتيفيكت ده حوار كبير قوي، يعني ممكن ده مجال لوحده تمشي فيه. يعتبر كل حاجه موجوده في الـ في الـ في التراك ده ليها شبه مجال ممكن تمشي فيه، اغلبهم ليها ايه مجال. خلاص، هتاخد الادفانسد اكتيف دايركتوري، هتاخد حاجه اسمها لايت مانجمنت. تعال نشوف الكونتنت ايه الاول. ان شاء الله استشن الميجو رقم 1 هنبدا امبلمنتنج ادفانسد نتورك سيرفيس. احنا خدنا في اول تراك خدنا ايه، الفايل سيرفر صح، وجينا في التراك الثاني اخدنا الفايل اف اس ار ام صح، وخدنا الدي اف اس والدي اف اس ابلكيشن. هنا بيتكلم في ادفانسد نتورك سيرفيس بقى، الايه شغاله شويه في حاجات بتشتغل على النتورك، يعني حاجات ليها شويه بالفايل سيرفر، حاجات ممكن يعني مثلا حاجه زي ايه، تعمل سان ستورج بالسوفت وير، فاهميني؟ حاجه اسمها برانش كاش مثلا. لا ده في مش في الاولاني، ده في الثاني معلش. الاولاني ده هنتكلم فيه، احنا مش خدنا دي اتش سي بي وخدنا دي ان اس، وخدناهم في التاك الاول والثاني صح كده؟ هتاخده ثاني بس بشكل ايه، الحاجات الجديده يعتبر ما بين الاثنين، يعني هو مش هيجيبها حاجه جديده. انا دي ناس غطيته لكم كله ما عدا السيرفيس الجديده بس، يعني الحاجات الجديده اغلبها ما قلناهاش فهتتقال هنا. لما تيجي تاخدها تلاقي انت ايه، طيب انا عرفتها اهلا وسهلا، بس مش هتلاقي ليها افاده، يعني هعمل بيها ايه بقى؟ يعني الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده هي دي الاساس، انما الجديد ده اغلبها انا بقول لك مش مهمه قوي في الحاله العمليه. الميجر بقى رقم 2 هو ده الامبلمنت ادفانسد فايل سيرفيس، اللي احنا خدنا الفايل سيرفر في الاول وخدناه في الثاني وخدناه ايه وهناخده ان شاء الله في الثالث، حاجات جديده بقى. تمام، هناخد حاجه اسمها اللود بالانسنج. حاجه اسمها الايه اللود بالانسنج، يعني ايه؟ يعني انت عندك ويب سايت وويب سايت ويب سيرفر ويب سيرفر ثاني، ده واخد اي بي 192.168.1.1 وده واخد مثلا ايه 2.1.2. الويب سيرفر دوت هو زي ده بالظبط، الاثنين زي بعض، نفس الهاردوير ونفس السوفت وير وكل حاجه، ونفس الابلكيشن ونفس كل حاجه. فانا عاوز اقول لو ده وقع ده ايه؟ يرد مكانه. فبيدمج لك الاثنين بحاجه اسمها فيرتشوال اي بي ادريس،
يعني يقول لك ايه، لا ده الاي بي بتاعهم هيبقى 1.5. فالكلاينت لما يجي يكلم مين؟ 1.5، وهو يوديه مره هنا ويوديه ايه؟ مره هنا. ده اسمها لوب بالانسنج. في بعد كده حاجه اسمها الفيل اوفر كلاستر. خلاص، الفيل اوفر كلاستر ده يا شباب مش هينفع للاسف نعملها يعني لاب، لان هي صعبه جدا تتعمل كده، يعني صعبه جدا نعملها لاب تقيل يعني البروجكت. بس هنفهم الكونسبت بتاعه وعموما هو يتعمل ازاي يعني. وهناخد بقى حاجه اسمها الفيل اوفر كلاسترنج ويز هايبر في. شفتوا الهايبر في؟ قلت لكم ان في فيتشر جايه في 2012 اللي هي بتعمل ايه، لو السيرفر اللي عليه الفي ام ده وقع، التاني يعمل ايه؟ ياخد هو الايه الفي ام عنده. تمام. وان شاء الله بعد كده هناخد الايه الديزاستر ريكفري، ده هناخد فيه الباك اب بقى والريستور بتاع الويندوز وكده. بعد كده بقى عامل لك ميديول اسمه ايه، ديستريبيوتد اكتيف دايركتوري دومين سيرفيس ديبلويمنت. هنا بيتكلم في ايه يعني ديستريبيوتد؟ يعني ايه انت اوقات بتعمل دومين وتعمل اديشنال منه او اريد اون. لا، هنا بيقول لك ايه ديستريبيوتد، حاجه متوزعه، تعمل ازاي نيو تشايلد وازاي نيو تري. بيتكلم في الجزئيه دي. وهيكلمك برضه في حاجه اسمها تراست بقى، تعملها عملي، تعمل دومين ودومين تاني وتعمل ما بينهم ايه تراست، او فورست وفورست تانيه وتعمل ما بينهم تراست. وبعد كده هيكلمك في اكتف دايركتوري، ها دومين سيرفيس سايت ابلكيشن. لو زي اللي احنا اتكلمنا فيها، قلنا ايه، لو في انا عندي دومين هنا دومين كنترولر وعندي فرع اليكس ها اديشنال او ريد اونلي، فانا اعمل وقت للسنكرونايزيشن ما بينهم. تمام. فهنا هنتكلم في الجزئيه دي. فالتراك هتلاقي اوله كده، بص لغايه الديزاستر ريكفري لغايه 6 كده، ها نصه ايه بيتكلم في حاجات عامه يعني. انما بعد كده من 6 من 7 و8 ها بيتكلم في الاكتف دايركتوري. في 9 بيتكلم في حاجه اسمها الاكتف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس، موضوع كده طويل قوي ووازل مننا، هتتخنقوا منه يعني، بس معلش استحملوه. هو هتتكلم فيه بنسبه 80% او 70% يعني بس طبعا هيبقى امبلمنتيشن في حاجات عمل يعني. الحاجه اللي هي امبلمنتنج يعني حاجه انت هتشوفها وتعملها ولاب يعني، امبلمنتنج يعني لاب. انما كونفيجرنج يعني هتظبط السيتنج بتاعتها، بس مش هتعرف تطبقها لان هي رخمه قوي يعني، صعبه قوي. فده للاسف السيرتيفيكت امبلمنتنج، رغم انت ايه هو مهم، بس يعني لما تيجي تشتغل فيه بالبابليك مش هتعرف يعني. لما تيجي تعمله بابلش والكلام ده، لا صعبه قوي، عايز واحد بقى محترف. انما هي كانت الشغل عليها مش صعبه خالص يعني، الشغل على السيرتيفيكت مش صعب، انما عشان تبلش والدنيا دي كلها صعبه جدا يعني، فيها مشاكل. بعد كده عندك حاجه اسمها الاكتف دايركتوري رايت مانجمنت سيرفيس، دي كانت جميله جدا بس برضه انا شايف ان هي عاوزه تعديلات كتير. بتعمل ايه؟ انت دلوقتي عندك ملف اكسل، مش عاوز اللي يفتح ملف الاكسل دوت الا حد معين، الا ايه؟ حد معين. حتى انت لو جيت فتحت كده مثلا، لو جيت تبص كده في حتة ال بتاعة الانكريبشن، لا مش من هنا، حد فاكرها منين؟ الكي والباسورد والكلام ده. بس الاوفيس ده متغير. اهي هنا انت هنا بتقول له ايه؟ انا عاوز ابروتكت الايه؟ ها؟ بباسورد. انت ممكن تقول له لا انا عايز اد ايه؟ ديجيتال سيجنتشر. خلاص؟ زي امضى، بس ديجيتال سيجنتشر اللي هي شهاده اللي هي السيرتيفيكت يعني. فاهمني؟ في حاجات من دي هتشوفوها ان شاء الله بعد كده. اه في 7، من 7 وانت طالع. خلاص، فهي الجزئيه دي من انفو من هنا. خلاص، انت هنا بتحط باسورد صح للشيل. لا، الثانيه بقى تقول ايه؟ ها ده في يوزر معينين هم اللي من حقهم يدخلوا على ده، وفي يوزر معينين لما بيخشوا بياخدوا ريد اونلي، وفي يوزر معينين لما بيخشوا بيفتحوا ايه؟ ولو خد الشيب بتاعه وراح قاعد في بيتهم مش هيفتح معاه، لازم لازم ايه؟ يعمل اوثنتيكيشن من الاكتف دايركتوري والرايت مانجمنت سيرفيس والكلام ده. موضوع كبير كده جدا ومحتاج سيرفرات اصلا.
لا هو انت بتظبطها الاول خلاص وبتظبط الدنيا عندك، وبعد كده لما يجي الكلاينت يفتح الشريط بتاعه دوت هياخد الايه البرميشن بتاعته منين؟ من الرايت مانجمنت سيرفيس. سيرفر طبعا محتاج سيرفر قوي ودنيا. هتاخدوه ان شاء الله. الكلام ده اصلا من 2008، يعني السيرتيفيكت دي من 2003 اصلا، كده كده من زمان. السيرتيفيكت مهمه انت تفهمها، انما كامبلمنتيشن في الشركه عندك مش هتعملها. في البنوك طبعا. انا بقول لك كونسبت، انا بقول لك كونسبت، انما كشغل عملي انت اصلا السيرتيفيكت دي انت هتتعلمه هنا ان انت تعمل ايه. بص انت مثلا بتلاقي هيك حاجه زي ايه، بص كده حولك على طول لايه HTTPS. بص لما تقول له إيه؟ عندك ايه، عندك فري ساين، دي شركه اصلا الشركه دي عندها ايه، عندها سي اي او اسمه سيرتيفيكت اوثورتي سيرفر، ده سيرفر بيوزع الايه الديجيتال سيجنتشر او بيوزع السيرتيفيكت خلاص، هو اللي بيبقى ايه تراستد بالنسبه لايه، يعني هو اللي بيخلي الويب سايت ده تراستد وبيبقى هو ببلش نفسه. فانت اصلا شغل البنوك والكلام ده بيبقى هم عاملين حاجه زي كده، بيبقى ناس خاصه بالسكيورتي ماسكه لهم الكلام ده بس، فاهم يعني هو الدنيا كبيره. انما انت لو فهمت الاستراكشر شكلها ايه هتفهم اي سيرتيفيكت ممكن تشتغل ازاي. فمين فانا بقول لك يعني اهمها الامبلمنت، يعني الشغل عليها سهل هو مش صعب، بس الديزاين بتاعها هو ده الاصعب. الديزاين واللوجيك بتاعها انت تتخيلها هو ده الايه يعني الاصعب شويه، تمام. وبعد كده عندنا حاجه اسمها الاكتف دايركتور فيدريشن سيرفيس، دي عمرك ما هتشوف حد بيعملها، يعني عمرك ما شفت حد عاملها خالص خالص. الفيدريشن سيرفيس دي شفت الفي بي ان، انت عاوز تربط موقع بموقع مكان بموقع بمكان تاني، فانت عندك يوزرز في المكان ده وعندك يوزرز ايه في المكان ده، هي حاجه شبيهه بالفي بي ان مع ان هي عامله تراست. طب وظيفتها ايه يعني؟ وظيفتها ان انت تبقى عامل ويب سايت في الشركه دي، فانت عاوز اليوزرز اللي هنا يعني ياكسسوا عليه، ياكسسوا على ايه؟ على الويب سايت اللي الناحيه الثانيه. مش مطلع نت يعني الايه؟ لا مطلع نت، طالع نت، بس اللي بياكسس عليه ناس من جوه الايه؟ الاكتف دايركتوري. فاهمني؟ فلازم الاكتف دايركتوري دوت يبقى عارف ايه ده؟ والويب سايت يبقى عارفهم، وفي سيرتيفيكت سيرفر بيمانج الاثنين. ده غير الفيدريشن سيرفيس. يعني انت عاوز كده، عاوز ايه؟ عاوز سيرفر فيدريشن هنا وسيرفر فيدريشن هنا، عاوز ويب سايت، عاوز حاجه اسمها كليم اوير ابلكيشن، حد يعمل لك بروجرامر يعني خلاص عشان تطبق بس اللاب، وعاوز تعمل تاست ما بين اكتف دايركتور واكتف دايركتور، وعاوز كلاينت عشان تعمله، عاوز نت بقى. احنا ممكن تعملها في اللاب بس وفر لي بقى الحاجات دي كلها. طبعا الكونسبت والكونفجريشن هنشوفه، يعني ازاي بتظبط السيتنج هنا وازاي تظبط السيتنج على السيرفر ده، وزي تنقل السيرتيفيكت بتاعهم كده، ده الكلام ده ان شاء الله ايه هنشوفه، تمام كده. فانا بقول لك زي ما بقول لك التاج اغلبه حاجات لوجيكال، انا بكلمك كده من ايه، من وجهه نظر الشغل الحياه العمليه التاج اغلبه يعني، يعني ربما مثلا الحاجات اللي ممكن تستفيد بيها، اول حاجه مثلا دي بتاخد فيها حاجه خاصه بالدي ان اس، اللي هتاخده في الدي ان اس فيها مش هيفيدك، اللي هتاخده في الدي اتش سي بي هيفيدك، حاجه اسمها فيل اوفر دي اتش سي بي، لو واحد وقع الثاني ايه يخش مكان. الفايل سيرفيس هتاخد منها حاجه اسمها برانش كاش خلاص، هتاخد منها حاجه اسمها البرانش كاش، هتاخد منها اللي هي اكنك بتعمل سكازي انيشيت وزي السين ستورج كده، يعني هتفيدك بشكل يعني ايه لو لاب، مش هتفيدك بشكل شغل يعني. الحته دي اللود بالانسنج برضه ما بيتعملش كده، ده بيبقى في ساعات بيجيبوا هاردوير يعمل لود بالانس، فاهمني؟ الفيل اوفر كلاست ككونسبت تبقى فاهمه، فمش انت مش هتعمله بتاع مايكروسوفت تعبان، فاهمني؟ الهايبر في ده مهم جدا بقى، الفيل اوفر بتاع هايبر في ده جميل جدا خلاص. الباك اب طبعا ده مهم، طبعا انا هشرح لكم الباك اب ان شاء الله مش بوجهه نظر مايكروسوفت اللي بيشرحوه، لا انا هشرح لكم الباك اب بوجهه نظر بشكل عام يعني. في شغلك بقى يعني، مش الشغل بتاع مايكروسوفت ده تعبان اصلا، هشرح لكم الباك اب بشكل ايه عام خلاص، يعني تعرف ازاي اي برنامج باك اب بيشتغل ازاي، واضح؟ الجزء بتاع الاكتيف دايركتوري تشايلد بقى والكلام ده هيفيدك بنسبه 50% في الشغل بتاعك، لانك يعني نادر قوي لما تعمل تراست ما بينك وبين شركه، نادر جدا مثلا،
نادر جدا لما تعمل نيو تيجي، صعب قوي يعني، فين وفين ممكن حد يعمل حاجه زي كده. السايس والابلكيشن دي مهمه بصراحه، لانك انت لو عندك شركه تانية او عندك عملت اديشنال عموما هتحتاج الحته دي، تمام؟ وهتفيدك الحته دي في كمان ايه، لو انت عاوز تنزل حاجه زي السيستم سنتر كونفيجريشن مانجر، ده برودكت تاني بقى بس يعمل انتجريشن مع الاكتيف دايركتوري، فده هيفيدك معاه. السيرتيفيكت زي ما قلنا طبعا البلاننج بتاعها هو اللي مهم قوي تبقى فاهمها، الكونفيجريشن بتاعها سهل، انما البلاننج هي الايه المهمه. اللايت مانجمنت يعني برضه هتلاقي صعب قوي لما حد يعمله، بس في ناس بتبدا تنفذه يعني، تمام. وفي الاخر عندك الفيدريشن سيرفيس برضه ككونسبت تفهمها، بس ايه كشغل يعني كتكون 0% ان حد بيشتغل بيها دي، تمام. حد عنده سؤال؟